النشيد الوطني المغربي. العالم على نغمات النشيد الوطني المغربي. كذلك الزميل طلال على القناة الثانية، ولكن في الوقت اللي كنا مشغولين تسجل الهدف الرابع
اذا غادي نشاهدوا الهدف الرابع لفائده المنتخب الوطني. وقلت يعني اللاعبين الجزائريين انهاروا بشكل كبير. اسامه السعيدي مراوغه جميله وهدف جميل جميل هدف هدف جميل ديال اسامه السعيدي اللي كيختم التالق ديالو. لاحظوا المراوغه، لاحظوا التقنيات العاليه والهدف بين الارجل ديال مبولحي. 4-0 الان لفائده المنتخب الوطني.